حصل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي على ترخيص من القائمين على شؤون كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار للإقامة في فندق وسط مدينة بواكي، حيث استقر المسؤول الأول عن الكرة في الجزائر على فندق ران، خصوصاً وأن صادي كان قد زار مقر إقامة المنتخبات الإفريقية منتصف شهر أكتوبر الفارط على هامش قرعة الكان التي احتضنتها ساحل العاج، معبراً عن عدم إعجابه بالمكان، علماً أن مدينة بواكي تتوفر على 15 فندقاً صنفت 10 منها على أنها الأفضل في المدينة للعام الجاري. وقد أعجب صادي كثيراً بملعب السلام المتواجد بمدينة بواكي التي تقع في الجزء الأوسط من البلاد والتي تبعد بنحو 350 كيلومتر عن العاصمة أبيجان، خصوصاً بتوفره على مرافق تتماشى ومتطلبات المدرب جمال بلماضي الذي يحرص دوماً على كل صغيرة وكبيرة لتفادي أي مفاجأة خلال البطولة الإفريقية. وكان صادي قد عاد إلى أرض الوطن نهاية الأسبوع الفارط بعدما زار أيضاً غينيا الاستوائية بهدف الانتهاء من إجراءات الحجز الخاصة بالفنادق والأمور اللوجستية تحسباً لتربص المنتخب نهاية شهر ديسمبر القادم قبيل شد الرحال صوب ساحل العاج لخوض الكان التي تعلق عليها آمالاً كبيرة لمحو آثار التعثر الأخير في المسابقة القارية التي جرت في الكاميرون بالخروج من الدور الأول بعد مشوار كارثي. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة الجولة الأولى أمام منتخب أنغولا يوم 15 جان في المقبل على ملعب السلام ضمن المجموعة الرابعة في النسخة 43 من كأس إفريقيا قبل ملاقات منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية في 20 من الشهر ذاته. فمنتخب موريتانيا لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم 23 جانفي.